السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شوف هنعمل مع بعض تشيك ليست، يعني تشوف ايه الحاجات اللي خلصت وايه الحاجات اللي ما خلصتش. طيب عشان اكريتها هخش هنا في بروجكت ادمن واقول له انا عايز اعمل كرييت للتشيك ليست. تمام، يعني بعمل كرييت تشيك ليست يعني زي كده ان الحاجة دي اتعملت ولا لا، يجاوب عليها صح او لا. تمام، فهقول له انا عايز اضيف تشيك ليست. طيب هسميها ايه؟ هنسميها مثلا رفت، مثلا الديسكريبشن بتاعها ايه، دي الاني كومباني، البريورتي بتاعتها قد ايه، طب اني ايشيو، الهيد تكست، الفوتر تكست. تبدا تكتب الحاجات ديت، تمام، تبقى موجوده بالشكل دوت. وبعد كده تبدا تضيف ايتم، يعني مثلا هتقول له الايتم تكست السؤال اللي هيسال، طب الاجابه بتاعته بيس ولا نو، ترو او فولس، هتبقى تكست، يعني هل هو لازم يكتب اسم الحاجة نفسها أو يرد ولا نمبر. ممكن مثلا بتسأله على عدد السيخ الحديد فهيكتب نمبر، بتسأله على التاريخ فهيكتب تاريخ، وهكذا. تمام، في ممكن تعمل ايه، تقول مثلا عايزها يس او نو. مثلا بتسأل الموظفين اللي عندك ار يو هابي، تمام، فهو يجاوب يس او نو مثلا على سبيل المثال. يعني الروت كيس بتاعتها اللي هي الأسباب الرئيسية وكده، السبيس ريفرنس بتاعتك، تمام، هقول له اد تشيك ليست ايتم، بيتضاف بالشكل دوت. تمام، ده بالنسبه للكيو اي كيو سي، في السيفتي، في كوميشنز، دي بقى الحاجات الستاندرد بروبرتيز، الحاجات الاساسيه. تمام، اللي هي ديت اللي هي مثلا دي حاجات ما ينفعش انها تبقاش موجوده، اللي هي الاي دي، النيم، الستاتس، ديسكريبشن، يعني دول حاجات اساسيه. ودول ممكن تضيف انت بقى حاجه تانيه، الكاستم بروبرتيز، الخصائص مثلا بتاعت الاير تيرمينال، الخصائص بتاعت كيو اي كيو سي، البروجرس تراكنج. طيب بعد كده ده احنا كده في الادمين، يعني احنا بنحط الحاجات اللي الناس هيجاوب عليها. تمام، طيب هنيجي هنا، لما دوست هنا دخلت بقى الخاصة بالمشروع، تقدر تغير المشروع من هنا زي ما انت عايز، تقول هنا تشيك ليست، هجيلك التشيك ليست اللي انت المفروض تجاوب عليها. من هنا تقدر تعمل سيرش تشوف الحاجات اللي هي المهمة. طيب دي التشيك ليست مثلا، خلينا نشوف ديت. تمام، ده التشيك ليست بتاعته اللي هو العناصر بتاعتها، هنا السؤال بتبدأ تجاوب عليه، مثلا هنا ديتيلز لو انت عايز تحط ديتيلز. تمام، تعمل اتاشمنت لصوره، لايبراري، لايبراري بريفيو، يعني هو بيسألك مثلا على وضع الموقع فانت تجاوب بالحاجه اللي انت عايزها. هنا بيقول لك التاريخ، مثلا تبدأ تختار تاريخ المشروع. مثلا هنا تقدر تقول زائد او نايس او ان ايه، دي الفورم اللي انت بتجاوب عليها، وبعد كده بتسيف فتظهر عند الاداره، يعني انت موجود في الموقع فبتجاوب على الاسئله ديت بحيث انها تظهر عند الاداره. هو احنا في الاداره بنعمل الفورم ديت ونبعتها للناس ويجاوب عليها، ممكن تطبعها، ممكن تشوف الايشيو. تمام،